أنا أحمد سرور من فرقة مسرح الشارع. فرقة مسرح الشارع ببساطة فرقة بلشت من سنة بننزل بالشارع بنحكي مجموعة شعارات غريبة متناقضة داخل بعض. أول عرض كان نعم للجوع نعم للفقر لا للحرية لا للديمقراطية بطريقة تهكمية جدا. وبلشنا نشتغل 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 مش مهم. كنت تعرفوا عنا أكثر بعد ما تسمعوا المونولوجين اللي بحكيهم مسرح الشارع على اليوتيوب أو مسرح الشارع على التلفزيون على عمرة. يمكن شوي بدي أحكي مونولوجين مش عارف هم حكواتي هم واحد مجنون بس عم بيحكي مجموعة أفكار مش راكبة على بعض هو واحد عم بيفكر بصوت عالي بس المهم واحد عم بيحكي إشي. المونولوج الأول بدي أحكي فيه سر شخصي وبالمناسبة هذا السر هو سر غبي جدا. بدي أحكي سر غبي. أنا خايف أموت مع أني عارف إنه الكل رح يموت حتى لو مش بس أنا بس بعدني خايف. عم بحاول أقنع حالي إنه الحياة حلوة إنه إلها هدف إنه في سر خطير بالكون إنه في معنى أكبر لوجودي إنه الحب حلو إنه حلو تتنفس تضحك تبكي تنام تحلم بس صراحة مش مقتنع بهاي الأفكار. يمكن لأني مش مثقف أو عندي خلل في مزاوجة الأفكار أو حالة من الرفض الشديد رفض فكرة الموت أو يمكن لأني أحكي لكم السر كنت أعرف شوية مثقفين تلفزيون خلوني أفكر حالي مثقف تلفزيون لحد ما اكتشفت إنه التلفزيون ملوش دخل بالثقافة وبعدها بطلت أعرف أنا شو. المشكلة وين؟ إنه حدا يختار حدا غيرك يختار كيف وليش وين تموت. والمشكلة وين؟ إنه أنا أشوفك بتموت ولا أقدر حتى على الكلام. المشكلة هو القاتل ومعروف من هو وأنت المقتول ومعروف من أنت وأنا الشاهد بس مش معروف من أنا حتى بالنسبة لي. هذا السر الغبي جدا. والسر الثاني هذا برضو غبي بصراحة. الموضوع زاد عن حده وحده أحد من الحد ومش عارفين شو بدنا نعمل. ما بنملك غير اللي عاجزنا. وبرضو كمان سر أنا فقير وكل الأردن فقير. فعشان هيك بيوم من الأيام صحيت وبحس الوطني العالي كتبت شيك لحالي ب1625 دينار أردني فقط لغير 1624 1624 بدفعهم للدولة المسكين يسد جزء من المديونية اللي عليه. بضل معي دينار واحد. هذا الدينار بشتري فيه شوية دخان فرد بجيب فيه شوية سندويشات فلافل والباقي بضبه. بس في مشكلة أنا ما بعرف أوقع لأنه أنا تربيت بالليل ربطني القطط فمش متعود أستخدم إيدي إلا بشهر شباط عشان أنقذ القطط الطيبة من الاغتصاب من القطط الشريرة. ودائما أحكي لمجتمع القطط يا جماعة الخير وحدوا المياه تبعتكم وحدوا المشي على السور وحدوا حركة الذنب واحد الحاوي اللي بتوقفوا عندها يا جماعة الخير وحده الله. وأنا بحكي مع البساس وعم بحاول أنظر عليهم بفلسفة الحياة الإنسانية طلعني بس أشجراني حكالي فأنا ركزت معه لأنه أنا بفهم لغتهم فحاولت أفهم بالضبط لأنه بحكي شوي مكسر بحكي لي وفجأة هيك ركزت جدا باستخدام اليوغا وشفت الترجمة والترجمة كانت كالتالي. البس الأشجراني شو حكالي؟ حكالي انتو البني أدمين عندكم كل السنة شباط احنا البسس عندنا شباط في شباط فروح صلح ناسك بعدين تفلسف علينا يا بني آدم. هو حكالي بني آدم من هون اتذكرت انه انا بس اتذكرت انه انا مش بس اتذكرت اني بني ادم وما اتذكرت كيف اوقع. فعندي مشكله مش قادر اساعد الدوله يدفع الدين اللي عليه مش قادر اسد الجوع تبعي ومش قادر انقذ القطط الطيبه. شو اعمل؟
فكر يا ابو سرور، فكر يا ابو سرور، اشرب يا ابو سرور، اسكر يا ابو سرور، تبطح الارض يا ابو سرور، فكر يا ابو سرور، اي شيء اي شيء اي شيء، لحد ما خطرت في بالي فكره جهنميه بنت بالشوارع. الفكره كالتالي، بعمل مزرعتين، مزرعه للبسس الطيبه ومزرعه للبسس الشريره. البسس الشريره بلمهم كلهم، بضل اكل فيهم، اطعمي فيهم، اطعمي فيهم لحد ما يدخنوا، ببيعهم لدول شرق اسيا اللي بتعمل عليهم مسخنات ونازل. والبسس الطيبه بمشطها، بحممها، بديكير، مانيكير، سشوار، بظبط الدنب، بظبط المياو تبعتهم، بخليهم يحكوا لغات، وببيعهم لدول اوروبا وامريكا الشماليه. ففكروا معي، لو بعنا كل بس 5 دنانير او من 5 ل10، انه في بسس طيبه هيك، بيكون معنا مصاري بنسد الدين تبع الدوله، وبننقذ القطط الطيبه من الاغتصاب من القطط الشريره، والقطط الشريره الله غيردها. بس في مشكله برضه هون، انا انسان معقد، او بطبيعتي البشريه سادي، فكيف بدي امشي بالشارع بدون ما اشوف البسس، بدون ما امارس سيطرتي البشريه عليها، بدون ما اشوط شلوت فيطير، او جابلي احن عليه وبعطيه قطعه دجاج، وبساديتي رفضت المشروع، فما انقذت حالي، ما انقذت البسس، وما عملت اي شيء. فخطر في بالي هيك رساله بدي ابعثها لوطني، واحكيها هيك بكل ثقه، واحكي له يا وطني بحبك، بس احبك حتى اخر قطره مي فيك، بس بعد هيك، بس بعد هيك ما بوعدك بأي شيء. احنا فريق مسرح الشارع، احنا 3، انا احمد سرور، سليمان زواهر صديقي نايم هناك اكيد، ايوه نايم مش نايم بتصور، وامجد حجازين. عرضنا بالقصر قدام الملك، وعرضنا بشوارع مدينه المفرق، عرضنا لسمو الاميره، وعرضنا في مجمع رغدان، عرضنا في الكرك، وعرضنا في الشارع، وبتشوفونا على عرمرم وعلى اليوتيوب. شكرا كثير لكم، شكرا لتعليلك.